كاتبين في التاريخ في البصرة، كان أكو امرأة، قضية قديمة يعني، امرأة مطربة مغنية اسمها شعوانة، شعوانة كان تضرب تغني ترقص. هاي المرأة أكو أمل واحد يجيبها إلى الجنة؟ صعب. وعندها فلوس، الناس ينطون للمطرب والمطربة متصدق ملايين يحصلون أموال، لأن اللي يعزموهم منه الملوك وأبناء الملوك، وهي الأموال اللي يسرقوها من بيت مال المسلمين ينطوها للمطربين والمطربات. شعوان عندها فلوس، عندها أحسن قصر كله من الحرام، من فلوس الرقص، من فلوس الغناء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كلام رسول الله أحد لا يزعل، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الغناء يموت صاحب الغناء أعمى وأخرس وأصم. لحظات الموت هذا اللي كان يسمع أغاني الله يعمى عيونه، إذنه ما يسمع، شلون أنا ما أفتني؟ هذا كلام رسول الله. الغناء يورث الفقر، كلام رسول الله. شباب الله يحفظكم، الإنسان اللي يسمع أغاني يصير يشوف الفقر، إحنا بالعراق نقول فقر، حياته ما عنده حياة، وين ما يخلي إيده على الذهب يصير فحم. كلام النبي ما يحمل غلط، إن هو إلا وحي يوحى. الغناء يورث الفقر، يجيب الفقر بعد، ويوجب الندامة، الإنسان يتندم إذا سمع الغناء. حيف حيف أعمالنا أنت تضيق في مجالس اللغو. مع الأسف الوقت ضيق علي، كنت في دولة ما أجيب اسمها، كنت في دولة، يوم من الأيام إجاني شاب، شاب من عائلة ثرية هم كان، أنا كنت بالحسينية، هو طلب من عندي اللقاء، بس قعد قبال انفجر بالبكاء يبكي، عمره تقريباً 20 سنة، إيش بعد ما متزوج. ليش حبيبي ليش تبكي؟ كثير بكى، نشف دموعه، قال: سيد إيش تتصور من المعاصي أنا مسوي؟ شنو أكو حرام أنا مسوي؟ زين جاي أتوب. قلت له: خلص أنت مو معصيتك مو أكبر من حور بن يزيد الرياحي. الإمام الحسين قال لي: يزيد أنت بتتاب الله عليك. قال: لا، أنا خلي أقول لك قضيتي، هذا أريد أقول واحد واحد الشباب الله يحفظهم. قال: عندي صديق، صديقي سني أنا شيعي، بس كنا متصفين بلده هالشكل هم عايشين، صديقي اسمه خالد، أنا وخالد كان صداقتنا نعوذ بالله نستجير بالله، عندنا شقة مستأجرين، شقة بعيد عن عين أهالينا، هذا خاص للفسق والفجور والخمر والإقمار والزنا، هذا خاص كلنا أنا وخالد، عندنا فلوس نجيب هاي الشقة، آخر ألبومات الأغاني نشتريها، أكو مراكز تبيع في ذاك البلد أغاني، نشتري آخر ألبومات الأغاني، الألبوم النص في نصين، نص الخالد نص إلي، باكر بالليل نتبادل، النص اللي أنا سامع أنطي، النص اللي هو سامع يعطيني، وهكذا نتبادل بالأغاني. كل يلهم أنا أخلي الأغنية بإذني وأنا أنام على أغاني. الليلة الماضية ويا صديقي خالد قضيناها إلى وقت متأخر من الليل، صلاة ماكو، ذولا صلاة ما يعرفون. خالد راح وأنا رحت. الصبح، أول الصبح شفت تليفوني يدق، شلت التليفون، أم خالد قالت لي: ماما خالد صديقك الآن في المستشفى، في المستشفى، في مستشفى العظام، الآن في المستشفى ورجله مكسورة. صديقي خالد البارحة بالليل وياي كان، شلون انكسرت رجله؟ يا مستشفى على كلنا نطوني العنوان. ركبت بسيارتي رحت، رحت شفت خالد شادين رجله، مجبسين رجله وشادين بشي ثقيل هالشكل معلق بالسقف، وعلى راسه صوت قرآن عبد الباسط اللي يقرأ القرآن ترتيل. تعجبت، خالد قرآن، سلام عليكم السلام. قلت له: خالد انت جابك على القرآن؟ احنا مو بهالعالم، شنو قضيتك؟ شلون رجل
نزلت دموع. قال محمد أنا بعتبت. ليش؟ قال الليلة الماضية ورا ما سمعنا أنت بدلنا الأغاني وكذا وأنت رحت، أنا إجيت خليت السماع بإذني إلى ما نمت أسمع أغاني. أسمع أغاني، هي الأغاني شنو إخواني؟ دنيا آخرة كلمات، شوفوا أكثرها كلمات لا إلها أول لا إلها تال وكذب. يعني هاي الكلمات اللي يقول عرفت كلها كذب. على نمت على الأغنية، بس نمت شفت في عالم الرؤيا أنه في بلدهم أكو باصات صناعة هندية اسمها التاتا، باصات شركة تاتا. يقول شفت نفسي راكبين في الباص وعندنا سائق هندي، وإحنا مجموعة من الولد والبنات مشغولين بالدق والرقص، قريب 40 ولد وبنية في باص، كلنا دا نرقص وندق ونصفق، والباص دا يمشي سريع، والسائق الهندي قافل ببال الباص. شايفين لما تروحون يخلون لوحات بالطريق مثلا 20 كيلومتر توصل إلى فلان بلدة، يقول شفت قدامنا لوحة كاتب 60 كم يعني كيلومتر إلى جهنم. 60 كيلومتر إلى جهنم، باص دا يروح بسرعة دا يروح، ما التفتنا 60 كيلومتر هواية. أيضا بديت أنا والبنات والولد نرقص، اللوحة البعدية 50 كيلومتر إلى جهنم. يقول شوي قللنا من الرقص من الأغاني. اللوحة البعدية 40، اللوحة البعدية 30، قعدنا مؤدبين بعد 30 كيلومتر واصل إلى جهنم. اللوحة البعدية 20 كيلومتر، قلنا له للهندي أقف نريد ننزل، قال بابا أني مأمور يوصلكم إلى جهنم. شنو يوصلكم بابا؟ وقف الباص، ما يوقف الباص سريع ليش؟ جينا نفتح البيبان، البيبان مقفلة. اللوحة البعدية 10 كيلومتر إلى جهنم. يا الله صدق شذي بدأ يودون إلى جهنم. بدينا أنا والأولاد والبنات كلنا هنا صرنا خوش ولي بكاء، يا الله دعاء بس دا يوصلنا إلى جهنم. اللوحة البعدية كان كاتب 5 كيلومتر إلى جهنم. كل ما جيت توسلت بالهندي السايق بابا نزلني، قال ماكو لازم أوصلكم إلى جهنم. يقول أنا والسرعة باص يمشي بالسرعة، جال أفتح الباب، الباب ما ينفتح، بعد لحظات إحنا في جهنم. يقول ضربت كسرت الزجاجة مع الباص، رميت نفسي من الباص برا. زين المكان اللي أنا نايم بيه بغرفتي ببيتنا زجاجة أكو يمي، هذا السرير مالي بغرفتنا إحنا العراقيين الشرفاية بصفي أكو زجاجة، رميت نفسي من الباص في عالم الرؤيا، فتحت عيني شفت أنا كاسر زجاجة ورامي نفسي برا من الغرفة بالساحة رجلي مكسورة. صحت أهلي إجوني ودوني، الحمد لله ما دخلت جهنم، الحمد لله رجلي انكسرت. عم محمد أنا من اليوم بعد ما أسمع أغاني. أم محمد إلي يقول لي، قال سيد أنا الآن أريد أتوب شو أسوي؟ قلت له كل ما عندك أشرطة أغاني روح جيبها. جاب لي ما يقارب 500 كاسة، كان كاسيتات أشرطة، 500 كاسة أغاني قديمة جديدة. قال هذني، قلت زين كلهن إذا نكسرهن ذبهن بالزبالة، أتوب من الله إلى الله سبحانه وتعالى، من اليوم تجي للمجلس تجي للحسينية تنتهي هاي الأيام. دور الطفولة والشباب قد انتهى، دور اللذائذ والعذاب قد انتهى.